يثير تدهور الصحة العامة في مدن الاستخراج النفطي في العراق مخاوف غربية ومطالبات بإجراءات وطنية ملموسة لإنهاء المعاناة للمتضررين. ويشكو البصريون من ارتفاع معدل الإصابة بالأمراض السرطانية وأمراض الجهاز التنفسي والعصبي مع ندرة وفرة الأدوية وفقر الرعاية الصحية الخاصة في القطاع العام، وهو ما يجبر المرضى على السفر إلى الخارج وتحديدا إلى إيران والهند وتركيا والأردن ولبنان، وينفقون ما يصل إلى 6 ملايين دولار أمريكي شهريا لتلقي الرعاية الصحية والعلاج هناك، ما يساعد ذلك على هدر الأموال العامة وتوجيهها نحو الخارج. معهد واشنطن الأمريكي انتقد في تقرير غياب الرعاية الصحية الكافية من جانب الحكومة العراقية، وذلك رغم ميزانيتها القياسية وعدم إيلاء الاهتمام اللازم بالوقاية البيئية التي تحمي المواطنين في المناطق التي تشهد نشاطا متصاعدا في استخراج النفط في البصرة، وبرغم الأرباح الكبيرة التي تحققها هذه الشركات العملاقة. ورغم أن البرلمان العراقي أقر في حزيران لعام 2023 موازنته العامة الاتحادية لثلاث سنوات، حيث خصصت الدولة نحو 153 مليار دولار أمريكي لكل عام، وهو مبلغ طائل ويعتبر الأكبر في تاريخ البلاد. لا يزال العراقيون يعانون يوميا من هشاشة البنية التحتية ونقص فرص العمل وفقر الخدمات في شتى القطاعات بما في ذلك الرعاية الصحية. إذن في العراق فقط تحول النفط من نعمة إلى نقمة، وخاصة في المناطق القريبة من الحقول في البصرة وذقار وغيرها من المحافظات. فهل الحكومة قادرة على إنهاء معاناة آلاف المواطنين الذين أصيبوا بالسرطان؟